السابع والعشرين من مايو الحالي ستنطلق رحلة تاريخية للفضاء من خلال شركة سبيس إكس. إذا عجبك محتوى قناتنا ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك جديدنا. سبيس إكس هي شركة متخصصة في مجال الفضاء، تأسست في 6 مايو من عام 2002 من قبل إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات. موسك حاليا يملك 43% من الشركة وله حق التصويت بنسبة 78%. إحدى الأهداف الرئيسية للشركة هو تخفيض تكلفة السفر الفضائي من خلال تصميم تقنيات تساهم على إعادة استخدام الصواريخ أكثر من مرة، وهذه التقنية أعلن عنها رسميا من سبيس إكس في مارس من عام 2013، ونجحت الشركة في تطبيقها في 2015. والشركة تعرضت لبعض الحوادث أشهرها في سبتمبر من 2016 عند انفجار مركبة فالكون 9 واللي عرضت الشركة لخسارة قدرها 200 مليون دولار، من ضمنها قمر صناعي كانت تحمله المركبة. وأيضا في 28 يونيو من 2019 فقدت الشركة الاتصال مع 3 من أقمار ستارلينك، المشروع اللي تكلمنا عنه سابقا. ولكن هذا ما يمنع أن وجود سبيس إكس غير شكل رحلات الفضاء وفتح المجال لها لأن تتطور وأن تكون أسعار الرحلات الفضائية في المتناول. لكن شو اللي يميز رحلة 27 مايو هذه؟ راح تكون الرحلة اللي تحمل اسم كرو دراغون ديمو 2 هي أول رحلة مأهولة من شركة خاصة وأول رحلة مأهولة تستخدم تقنية سبيس إكس في إعادة استخدام الصواريخ وأول رحلة منذ عام 2011 تطير من الولايات المتحدة. الرحلة ستحمل 2 من رواد الفضاء التابعين لناسا لمحطة الفضاء الدولي. كرو دراغون هي أحدث ابتكارات سبيس إكس وقد تم تجربة الصاروخ في يناير الماضي بنجاح، أي أن هذه الرحلة هي الثانية للمركبة وتعتبر هذه الرحلة هي المرحلة الأخيرة لسبيس إكس لإثبات فاعلية تقنية. ويعتقد الكثير بأن نجاح هذه الرحلة سيغير الكثير في عالم رحلات الفضاء. كانت أي رحلة مأهولة تأخذ سنوات من التخطيط والاستعداد، وقبل سبيس إكس كانت هذه الرحلات محصورة فقط بين المؤسسات الحكومية. وفي 2011 توقفت مشاريع ناسا الخاصة بالرحلات الفضائية، ولهذا فمنذ 2011 كانت كل الرحلات الفضائية المأهولة تنطلق خارج الولايات المتحدة، واللي يعتبره الكثير من الأمريكان عار عليهم، ولهذا فهذه الرحلة تحظى بدعم كبير حكومي وشعبي في أمريكا. الرحلة ستحمل رائدي الفضاء روبرت بينكن وقائد الرحلة وديغولاس هيرلي. تصميم الكرو دراغون هو مختلف تماما عن أي تصميم سابق، وقد يراه البعض مستوحى من أفلام الخيال العلمي. المركبة تحمل 4 رواد بحد أعلى وبقيمة هي 20 مليون دولار للمقعد، وهو رقم منخفض بشكل رهيب عن الأسعار السابقة. تصميم المركبة ينقسم لقسمين، الكابسول واللي تحمل الرواد والترنك اللي فيه المحرك الرئيسي للمركبة. ويميز المركبة هو ابتعادها عن الكراسي الضيقة المزعجة للرواد واعتمادها على تصميم مريح للرائد خلال رحلته. وأجهزة التحكم في البيئة داخل المركبة متطورة للغاية وتحافظ على درجة حرارة بين 17 ل 27 درجة مئوية. ولكن أكثر شيء يميز المركبة بأنها أول مركبة ذاتية القيادة بالشكل كامل تحمل رواد، وهذه ستكون أول مركبة تلتحم بالمحطة الدولية ذاتية القيادة وتحمل بشر بداخل. وهذا الأمر يعني أن وقت البرنامج التدريبي لرواد الفضاء سيقل بشكل كبير مستقبلا. الرحلة مخطط لها تاريخ 27 مايو وقد دخل الرواد الحجر الصحي سابقا، وطبعا قد تؤجل الرحلة في حال كان فيه تأثير بالحالة الجوية. وستلتحم المركبة بالمحطة الدولية في 28 مايو وسيبقى الرائدين في المحطة 110 أيام، وسيقوم الرواد في تلك الفترة بتجارب عن تأثير الفضاء على المركبة والاستعداد للعودة بعد ذلك. بالتأكيد نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ السفر للفضاء، وتسعى سبيس إكس للبدء ببناء مستعمرات فضائية بحلول 2030. شاركنا برأيك عن هذه الرحلة في التعليقات. إذا عجبك محتوى قناتنا ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف هنا فيديوهات إضافية لمواضيع مختلفة.